هسأل حضرتك سؤال، لو الباور ثابته البي كونستانت، علاقه التيار والجهد علاقه طرديه ولا عكسيه يا مهندس ريان؟ بينهم بين الاي والفي عكسيه. بين الاي والفي عكسيه. تعال ناخدها بمثال بسيط. تخيل معايا رقم 100 يساوي ال 100 يساوي كام؟ 1 في 100 صح؟ 25 في 10 او بيساوي 2 في 50 في 5 او بيساوي 4 4 25 صح كده؟ 25 صح. وهكذا لو بصينا على العمود ده لوحده بنلاقي الواحد بيت 2 بيت 4 يعني بيزيد، وال 100 بيت 50 بيت 25 يعني ده بيقل، ده بيقل وده بيزيد. يبقى العلاقة لما يكون عندي ثلاث، عايزين نحفظ الكلام ده كويس ونفهمه، لما يكون عندي ثلاث معاملات أنا دايما في الرياضة بثبت واحد من الثلاثة وبشتغل على الاثنين التانيين، فأنا هنا ثبتت الباور.